حياكم الله جميعا، أنا الآن في إكسبو الشارقة على وشك افتتاح معرض سايت مي، يعتبر من أضخم المعارض المهتمة بفاقدي البصر في الشرق الأوسط، تجتمع فيه عدة شركات. خليكم معنا، راح نغطي لكم أهم وأبرز أركان وفعاليات المعرض. سايت مي يقام بتنظيم جميل من جمعية الإمارات للمعاقين بصريا، ومعاي عضو اللجنة المنظمة العزيز والصديق الغالي محمد الغفلي. حياك الله أخوي محمد، ياريت تكلمنا عن المعرض وقديش مهمة مثل هالفعاليات. في البداية شكرا لك أخوي محمد على التغطية الجميلة. جمعية الإمارات للمعاقين بصريا تنظم هذا العام الدورة الثالثة من سايت مي. هو معرض يتكون من جزئين، الجانب الأول خاص بتقنيات المكفوفين والمؤسسات الداعمة لهم، الجزء الثاني وهو المهم لرفع الوعي عند المجتمع، مقهى حوار في الظلام، وهي مؤسسة ألمانية، مؤسسة اجتماعية تتيح فرصة لزوار المعرض من المبصرين خوض تجربة حياة المكفوفين في مدة نصف ساعة، واللي يقدمون المأكولات والمشروبات هم من المكفوفين نفسهم. جميل جدا، إذا حنشوف شيء مختلف بإذن الله. خليكم معنا يا أحلى مشاهدين. أنا الآن في ركن كتاب صوتي، تطبيق جميل يخدم المكفوفين. معاي الأستاذ أحمد رويحل مدير عمليات كتاب صوتي، يعطينا فكرة إضافية عن هذا التطبيق. تفضل. أهلا بك أخ محمد، شكرا لتشريفك جناح كتاب صوتي. كتاب صوتي هو شركة كتب صوتية عربية، هي حاليا أضخم مكتبة شركة كتب صوتية عربية بالعالم. التطبيق يحتوي على حاليا على أكثر من 400 عنوان صوتي عربي، وفي مختلف المجالات، بداية من الكتب الفكرية، كتب الإدارة، الكتب الدينية، كتب الروايات، القصص القصيرة، بجانب كتب الأطفال. كتاب صوتي متطابق كليا مع قارئ الشاشة لذوي الإعاقة البصرية، بحيث أن هم يقدروا يستمعوا للكتب بسهولة عليه. احنا بنزيد كل شهر تقريبا حوالي 50 عنوان فوق العناوين الموجودة عندنا حاليا دلوقتي. في بلاط ملك محاصر يود لو يفتك به من هم خارج السور بقدر ما يود ذلك من هم داخله، ولو انفرط زمام الأمور لربما. معايا هنا بيدرو بولسون من هيومن وير، طبعا واحدة من أكبر الشركات اللي تخدم فاقدي البصر في العالم كله، عندها مجموعة من الأجهزة اللي تخدم ضعاف وفاقدي البصر. Hello and welcome, Mr. Pedro. Thank you very much. Can you just tell us about the latest devices that you have? Okay, well, HumanWare. Hold the microphone. I'm delighted to say HumanWare is launching at this show the Brailliant 14, which is a small braille display. which will enable the user to connect with an iPhone, and you can also use it for note-taking. It's a 14-cell display and has thumb keys at the front, the braille keys on the top, and also a joystick for moving around the menus and that type of thing. And we also have another product which we're launching here as well, which is the Victor Reader Trek. The Victor Reader Trek is a Daisy player and a GPS. So the Victor Reader Trek is a GPS and a Daisy player, all combined in one product. It also allows you to record notes, and you can play things like MP3 music on it, or Daisy books, or text-to-speech, that type of thing. So it's a very good two-in-one product. Thank you. Thank you. هذا هو الجهاز اللي تكلم عنه مستر بيدرو، اللي هو Brilliant. اوكي 14 في 14 خلية. الفكرة من الجهاز باختصار، لخص لكم كلام الأستاذ بيدرو، انه الجهاز تقدر تربطه بالآيفون ويطلع لك شاشة الآيفون على الجهاز هذا، وتقدر تتحكم فيه عادي جدا وتستخدمه كنوت تيكر، تكتب فيه ملاحظاتك اللي راح تطلع بطريقة برايل. زي ما انتم شايفين الجهاز في خلايا برايل من هنا، من يعرف مبينه بالكاميرا ولا لا. فجهاز جميل جدا، واكيد هيومنوير ما تحتاج شهادة. معنا هنا آنيا، راح تحدثنا عن واحدة من أهم 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 الفعاليات في سايت مي، وهي Dialogue in the Dark. الفكرة أنه مسوين كافيه يعيش المبصر فيه تجربة الشخص الكفيف بكل حذافيرها، ما يشوف ولا شيء، حتى جوالك ممنوع تدخل فيه إلى الغرفة المظلمة. Can you just tell us more about this cafe?
Absolutely, I'm very happy too. So, like you said, it's Dialogue in the Dark, and the name already says it's dialogue and dark. Yeah. So we do exhibitions and workshops in complete darkness. Mm. So the visitors are not able to see the hand in front of your face. Mm. And here at SideMe, we present a small format, a Dialogue in the Dark Cafe, which is an experience in complete darkness guided by blind people. So blind people guide the sighted, and they can have a 30-minute experience in a cafe and challenge their other senses and their sense of orientation and mobility. Good, perfect. So I will test. I mean, I will take your. It's my turn to be a sighted in this beautiful cafe, and the sighted will be a blind. Is that correct? Yes, we will do a role swap. So actually, if you're blind yourself, right? Yeah. Totally blind, and I'll guide my friend, my son. Exactly. In the street, you're guided by your sighted friend, and inside you will be more experienced in the dark. I will take his turn. Exactly, it's a role swap. And you will do this together with one of our very experienced international guide. Sure. Thank you very much. Thank you. أنا والمصور راح ندخل تجربة الكافيه المظلم، راح أخذ دوره وأصير أنا المبصر. يلا إنه الانتقام يا سادة. خلصنا تجربة معاي الأستاذ العزيز عيسى الحضرمي من سلطنة عمان. إيش رأيك بالتجربة بما أنك مبصر يعني وعيشناك 30 دقيقة على العميان؟ يعني شو أقول لك، حقيقة أنت ما عيشني 30 دقيقة، أنت عيشني عمر كامل. جميل. يعني كل اللي كنت أتمناه وكل اللي أنا أقدمه كتدريب للمكفوفين اليوم أنا عشته كواقع، وهذا يعني مو بس أعطاني حافز وأعطاني تشجيع إني أنا واصل التدريب، اللي أعطاني قوة إن أنا أقدر أشرح للمبصرين وللمجتمع إيش هو عالم المكفوفين بالضبط. جميل. بأمانة. أشرح كشخص عايش العالم يعني. عايش العالم. أنا حاولت هناك داخل الغرفة إني أسترق البصر من هنا وهنا ما قدرت. ما في أسود. أسود يعني بأمانة حاولت بكل الطرق ما في أبدا، ولكن يعني كتجربة جميلة جدا جدا يعني، ونشجع الجميع إنهم يعني. راح أكلمكم عن جهاز ماونت بوتن بريلر. الجهاز جميل جدا يعني، هو عبارة عن بيركنز عادية لكن أسرع بواجد لما تطبع عليه، اوكي، وبنفس الوقت يقدر المبصر يتواصل مع الكفيف او يكون فيه تواصل بين المعلم المبصر والطالب الكفيف عن طريق تطبيق ذكي بالهاتف. راح يتواصل معنا الان المسؤول عن هذا التطبيق اللي موجود بالكورنر ويكلمنا اكثر عنه. Can you hold up the microphone and just tell us more about it? So first of all, it's an electronic device. So it's not mechanical. You don't have to have such power in your finger to push the buttons. So it's really good for children from 2-3 years old, when they can know, they can learn what is page, what is paragraph, what is center of page, and another. And you can scribble. When they type something, for example, A, B, they will hear the letter. الآن راح أكتب اسمي، لاحظوا كيف الجهاز يكتب بسرعة. هي فيها طابعة جميلة جدا، فكرتها انه تطبع على اوراق معينة نتوء بارز، بس لازم يكون الورق اللي مطبوع عليه يكون محدد بالحبر الاسود. راح نجرب الان. بس can you tell us at the beginning what is it, more information about it? Okay, it's a PF, it's a tactile image maker. So you have to use a special paper, it's swell paper, tactile, tangible magic paper we say. And you can print everything what you want with black ink, and with you, when you put it here, everything what is black will rise, and you can feel it, so blind people can feel the lines on the sheet of paper. عندي هنا جهاز سيكا من شركة نيبون تيليسوفت اليابانية. هذا جهاز سطر إلكتروني 40 خلية برايل فيه بالسطر الواحد زي ما حنشوف هنا،
اوكي تقدر تربطه بالكمبيوتر، تقدر تستخدمه كنوت تيكر، تكتب عليه ملاحظاتك بطريقه برايل، اس دي كارد، عادي جدا. هذا نفس الجهاز اوكي بس اصغر. هذاك فيه 40 خلية، هذا فيه 16 خلية، نفس الخصائص. من نفس الشركة عندنا هنا جيميناي سوبر. الحلو في الطابعة انها تطبع برايل ومبصر at the same time. شوفوا كيف هنا اقدر اتحسس البرايل بنفس الوقت مكتوبة بالحبر. والموظف هنا يقول لي انه الطابعة الجديد في الموضوع المميز ايضا انه الطابعة بدون صوت، تطبع بدون ازعاج زي بقية الطابعات. خلونا نشوف. جميل جميل جميل. واو.